بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وعن قصر أحجرني كتابك الرد على الجهمية والزنادقة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وادرس جاني قدن بي كتابك وكغا هليا ودرسي انه عاوه كساك كبلاونيا مساله دي اهيت ان اوري وسمرني وكميده هيد افكارتا خلدن الجهميه هي عقائدوده فاسدك ويكوت المامين قران كاله انه مخلوق يهي مساله دي امامكو وحير ديب اوو نوقدي أحاديث آيات أي دليشدين وان صومرني أو لغسو جوابي هذا ألغم فكاه ليا حديث أي سغانا دليشدين ويسي خلاد أفهمين إمام كجوابي بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت ترجمة ما يدين قريه وعدين لعدين يو مدعت الجهمية شيخ الشدى جهمية ده أي شيكتين أن القرآن قرآنكم مخلوق إنو يهمي الله بوري ومن الأحاديث ده مدعت وحي أي شيكتي الجهمية وأن القرآن مخلوق إنو يهمي الله بوري من الأحاديث التي أحاديث تصروية لورية أو من الأحاديث تي أحاديث تي حق ذلك الشيكتين التي تصروية لورية شيخ الشدى أي شيكتين قرآن كينو مخلوقي هاي لنك أحاديث تنا أي كشيكتين حديث تلورية حق ذلك الشيكتين تاسو إن لعدة يبابي طيب يعني أحاديث تيود اللي شدين بكوضة فقالوا وحي لهذين جهمية دو جاء ويمد الحديث حديثك وحكو يمد حديثك النبي صلى الله عليه وسلم وحكو يمد بيدهن إن القرآن قرآنك يجيء وإيمانيا في صورة الشاب الشاحب وحكو إيمانيا في صورة الشاب من دلن يرى صورة دي سامة سور كي سوكالو كو إيمانيا سوى له أما أوك شاب كي الشاحب مذهب كيسو إسبدلي شاحب كوحل إلى مركو دور صومة شركو دور صوم طيب مركرين دلن يرى أو شركيسا أو إسبدلي سورة دي سوكالو قرآن كي كو إمانا يابا حديثك فيأتي مركاسو إمانا يا قرآن كي صاحبه صاحبك بو إمانا يا قرآن كي شاب كالوسو إكيسي با أو إمانا يا روحي قرآنك وصاحبك هأدوك فيقول مركز وحوك له هل تعرفني ما إقرانيسا فيقول وحو له هاي له إساق وحوك له يعني صاحبك بعدها من أنت وضويات كما ضحي كما قراني فيقول وحو له أنا أنقو القرآن قرآنك بانا قرآنك أدونك أدبرتي كدقمي جيرتي صاحبك الله أهيد بانا أضمأت وان اوميي نهارك مالنتاد واسهرت وان سوچيديي ليلك هبينك علاغا ودا وحان هي كي مالنا كوسوميي هبينا كوسوچيديو هبينكي كات كوسوچيدو اخرينيس مالنتينا امركيسا اد قادوتو سومنيد كي بان هي وي معنا أضمأت وان أوميي نهارك مالين تادي وأسهرت وان سوچي دي ليلك هبينك هاي يعني أدان كسوچي دي ويمانتين كسوميي هبينكين وان كسوچي دي طيب فيقول مركاسو وحو ليه هاي قال وحو يريده قال مركا وحو يريده فيأتي وحو الله إيمانا يا قرآن كسورة داله به أدون كيب الله إيمانا يا الله الله إيمانا يا فيقول مركاسا وحول يا ربي ربي يا يو
إلهي بمركا أغشى في عيا حديثك أسكسو قابي لكن أنت أكدري. طيب حديثك سي أنت إنان قلين جوابت إمامك يسيد أغاه الله يو وحصو صاري أحمد بن حنبل في المسند وكذلك الإمام بن ماجه في سنن دارمي بحصو صاري سجن في السنن حديثك سي حديثة علماء حديث كوي كدايريان ووحي إليهن ضعف باكوتشرة ضعف يقول روحو كيمان يعني اللي يداه ذو بشير ابن مهاجر ووحا كوتشرة صدوق لين الحديث السيدو ابن حجر فتحي كوشي وحنوتش ذا تقريب يعني بشير ابن مهاجر وصدوق لين الحديث لين حديث كاسي مركا يعني متابعات كي الشواهد يهدوها لوح عمر خاتكع يو حديث كيسو حسن قاله. طيب سيداس درادت بحديث كحال ضعيفي الشيخ الألباني علي رحمة الله مصقنوا لي هاي الشيخ شعيب الأرناوط علي رحمة الله يسوي حلي هاي حسن بن قنكرة دي شاهد الله لما أنا ساسو تلمامي. طيب حديث كقيب تاسي سيدا كو إيمان إيساي وقيب تاهوري وأسهرت ليلك إيو قيب كالو دوسعة ودروي أما قيب تندنبو فيأتي به الله فيقول يا ربي قرآن كي باوحو لها يا ربي لفظة إيضا طريق صحة كما إيمان أيضا حتى طريق هوري ضعيف كما إيمان ساس دردد فيأتي به الله فيقول يا ربي قرآن كيبا يا ربي لها ياي أيضو ميال لكم السكن. طيب مو كوضا مركا وحا وكوضا جهمي يدو سيدي حديث كودي للشدين ويقود للشدين قرآن كو إنو مخلوق يهي وحوي وحيليهم قرآن كو هدو الله سفدي سيهي حرت الصورة مخلوق لومي يلين وكو وامد الله بعد وحي ليهن انتو الهي اتقو يا ربي مرهن محايا الهي الله سفديسو يا ربي مرهن. طيب يا ربي وحي له هذا مخلوق واحد لوضع لنعو مركو يكدل الشنيان يعني وحي يكدل الشنيان يعني قرآن كنو مخلوق. طيب شيخ وحيد مركا فدعو وحي شيكتين أن القرآن قرآنكم مخلوق إنو يهمل لأبو ري من قبل هذه الأحاديث أحاديث تحق ذي كشكتين بمعنى أحاديث تسي أدل الشدين بكوضة معنى لنك أحاديث تسي كشكتين قرآن كن مخلوق أدل الشدين فقلنا مركا وحان نري لهم إيقا وحان كن نري القرآن قرآن لا يجيء ميمات وشواب تيوع إلا بمعنى معناها مو يسيك لكم ميمات بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا قرآنكم معناها نكوي ماذا معناها قرآن كإيمان يوحى لقوضة أنه أمر يشان قد جاء وحى يمد من روحي قرأ أخري أنه أمر يشان قد جاء وحى يمد قرآن ككوي يمد حنوش هذا حصاء رريو يمدوي من قرأ روحي أخري قل هو الله أحد روحي أخري فله وحى أسقنا ذي كذا وكذا انتا يا انتا سيدا يا سيدا سو اشرا اسقنا معناها سهرت قران كوي ما داوي معناها معنى اهنا انكم اي ما دو قران كروحي اخريا وحولي هاي وحاس يا وحاس انتا يا انتا سو ابل جود اه. طيب سيدا سمو قران كوي ما دا معناها امو قران كوي ما دا الا ترون ميادا ميادا اركي نوى ان من قرا الروحي اخريا قل هو الله احد روحي اخريا لا يجيئه أم إيمان يه إلا بثوابه ثواب كيسي أجر كيسموي أجر كيسموي وحكى لأولماء إيمان يه لأننا أنه نقرأ وأنه أقرنينا القرآن قرآن كيبان أقرنينا فيقول وحولي هاي يا رهي ثواب كي قرآن كيلك هلي يا أجر كي أدون كي هلي فوحولي يا ربي ربي كيو يعني وحويان وحا لقاها اللي حديث كهديب اللي يلاهذا وسوغن يهيوه كبس وقاد هدوب السوغن يهيوه
أو سجنان لها وحال جودا سيد القرآن كما معنه كوي مدو القرآن كما معناها كوي وحويان ونصوص تقص أروري روحي القرآن كأخرية أشر كأي أشر كسلي مرك أشر كسلي محل جفهم وحال جفهم يا أضون كوحة أو إيمان يا يو أشركي لا يجيء إلا بثوابه وحه إيمان يا أشركي إيمانها القرآن كلا فهنتي سوى أو إيمان يا ما إيه أشركي بأو إيمان يا واحد وحنا دليله قرآنكم مرده ربنا مرده قرآنك مركان أخرنه ثوابك بإيمان يا مركز أوحول يا ربي أدونك بأشفع يا وأوها الله يا واحد سداسوك فسر فقلنا لهم حان كن قلنا لهم حان كن لي القرآن القرآن كلا يجيء مي ما ده إلا بمعنى أنه قسوي الله في زنته إلا بمعنى معناه المهي معنى المحوي هاي أنه أمر يشأني قد جاء وحي مت وكسو أرور النصوص من قرأ عدي أخر إذا قل هو الله أحد فله كذا وكذا قرآنكم معناها أمبكوي مدى ونصوص كسو أرور ألا ترون من ميدا أركين معنى إنه سيدي وحاكتو سيا ألا ترون صوما أركيسان أن من قرأ الروح أخر يقول هو الله أحد قل والله أحد دو حوص وقادنا يا مثال أهان لكن القرآن كي يردن باسي داس لكن كما سوقاد واي معنى لا يجيئه إنو سنو إيمان نكا إلا بثوابه ثواب كي سمويان إنو سنوحك لأو إيمانين إلا بثواب معنى ثواب هو ثواب كي سموي وحك لأو إيمانين إنو سنشرين محايل إلي أننا أنقو نقرأ وحن وأخرين إن القرآن فيقول حلي هاي يا رهي يعني ثواب كيوا يا ربي بولي لأن كلام الله محاسا أولي هاي لأن كلام الله إلهي هذا الكيس لا يجيء ميماد سورة بن آذن كميماد سورة بشرنا كميماد ولا يتغير إسكمنا بدلو من حال حال إسكمنا بدلو إلى حال حال كلا إسكمنا بدلو يعني إنو صورك لقديسان يقاببك لقديسان يشو وحال انتو اسكب بدلو حال كلا إسكمنا بدلو إلهي هذا الكيس ميشو وإنما معنى أن القرآن يجيء قرآنكو إنو إيمانا معناه ذو وحوي إنما يجيء وحاؤن إيمانا ثواب القرآن قرآن كثواب كيسي أجر كيسي وإيمانا معناها سأل قوضا مركسو حليه يا ربي ربي يقو ربي يقول له معنى فيقول يا ربي وحب طيب كلام كإلهي مي مادو وصورة خلقك مي مادو اسمنا بدلوه صوروين إيا حالة كالكديس المقاط معناها لقوضا يوحي يا مركا وإنما معنى أن القرآن يجي يعني قرآنك وإيمانيا معناه ذو وحاء وي إنما يجيء إيمان ثواب القرآن بالقوضة معنى بالقوضة يوحيان وحاء إيمانيا ثواب القرآن أجرك أدونك أكهلي قرآنك فيقول مركز وحليه ثوابك يا ربي ربي سقى سيدارها إيمانا طيب فعلم إذا حديث كحديث هدول ضعيف نقض حديث كلا علم إذا وعلم إذا مثلا حديث ك في الصحيح قيم ذو النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة هي سورة آل عمران بإيمان دون ما ننت قيام ذا كأنهما غمامتان سيد يقول الله ضرورة كلا مركزي صاحب كودي أشفيعية مركز سورة البقرة هي سورة آل عمران والضرورة أولو إكي سيدي ضرورة أو كلا أي إيمان يوه مركا تمثيل كالنوع عاصو كلا ما أها قرآن كالفتي سيميه وثواب القرآن واه أجركي قرآن كواه أرين ده وحادو سي شرحي الإمام بن بطة إبان ذا يؤادو سي شرحي ووحو ليه بقرة إيمانا يسي قرآن كا إيمانا يي الصلاة دي با إيمانا يسي صون كي با إيمانا يي وحصنا وحلا جوا ذا ثواب كي با إيمانا أعماش الثواب كي ذا إيمانا دليل وحوا بودنا السيدة أرنتو الله وحول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن يعمل روحي سمي مثقال ذرة وحير خيرا خيرا يرى هو أرك يا صمة يا خير ير وذرة دقمة روحي سمي وأركيا انت إن لأيقو شرع روحي سميين وأركيا آخر على جوغا ما وحا لقوضا
عملك آت سميني سلفتي سكهاري ماني خيرك أدونك مركب توكتي آسمي سلاد باتوكتي صوم بات صونت حج بات حجدي ما أعماشي لفتي دي باكوي مانيس والأركة إسامية ما حالك وضع يا ثواب كذي بالك وضع روحي شر سميينا شركي واركيا ما وحال قوضا روحي زينيستي زيندي او سعوتو سيدي او كلا صوهر ايمانيس او ننكي خمرا عبي خمرا دي العبي بالهور كين ميا ما يلقى موضو يره وحال قوضا بمعنى عملكي ثوابكي سو اركيا وح تانينا سيدو كلاوي ثوابكي وحا ايمانا يا اخرى لغا هاللي اعماش لفته دي ما قرآن كي لأخريه ثواب كيسي ويان بولي وانا سيداس بمعنى طيب نصوص بدن وسيداس وكالو ويالي وكيني وحكم إذا آيات قرآن كا سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يعني ما نكاسي نفول بوحي شقيستي وخير إساقو حاضر يا يهليس وقالو كيني وحي حمانة يسميسين السيدو كلي طيب مركا وحال لكيني ياهي ما أهبو ليهي وحي أي سميين لفتي سيماها إوا أبالكي كلا شوي هدو حوني ياهي يهدو في عن ياهي طيب نصوصتو مركا السيدا سيكوسع التاوة نصوصتو هلكا كوسع التاوة بيتنا لمت روحي قرآن كأخريي قرآن كي با إيمانا يا وحي لم يتهي عمل كي آت سميسي با أركي سابي لم يتهي وثواب كي با لقوة داوة طيب سيدا سو مركا إمام كو مريي أو كو مريي أو حكلا عرية انتا أمحوها هاي وديدين هاي قرآن كي إلهي با مخلوق نقضي ومخلوق لقرلي وصورة مخلوق يا شي تاسو ديدين بيان ما تأولت الجهمية من قول الله هو الأول والآخر عدين ويضن العدين لحين تأي جهميد اللي عسي إله هذا الكيس أويري هو الأول ألا واكي أقوه الرئي والآخر واكا أقدم به طيب هل كنا إيضن مسألة كالوكا قه الله يايو مسألة دا سيوحي تهي مخلوق مركي لباب إيو وأدون كانت دماغو مخلوقات كقار أن دمان إنه تشري دون مجران أو إيقو أن هلاك سمين إنه بابائين مسألة سبحان الله وأنا مسألة الجهمية ذو ميشي كقالين وإن إلى هذان شاندي النار توي دمانايا سو مسألة دي أنه كسو مرني كتابكي أصول السنة مسألة سبحان شاننا مجريسو نارنا مجريسو وح مخلوق وشري دونان مجري كل ويت نمان دونان مسألة داس أيو إمامكو قال يا تفصيلنا يا وحو ليه مخلوقاتك وح نمان دونان واتشران وح شري تونان واتشران تاسو مركا يوكو دا قال مركا وحيو دلي شدين إن يعني وح شري دون مخلوق كل وضع نمان دونان وشنادو بابي دونتو نارتو بابي دونتو وعرشكو بابي دونتو وحبت هرينين با وحي ادلي شدين والآخر هو الأول واكي وقهر ريي والآخر كا اقدام بيب ويانو إساقا چيري دونا حلقا او چيري دونا نوحلا چيري مايا كل وابابا ايا وحيكا فزعمو وحي شاكتين ويقابكم ويقابكم ادلي شاني فزعمو وحي شاكتين جهميدو أن الله ألي هو إساقو قبل الخلق مخلوق إنو كهر ريي فصدقوا الرنب الشيكة ورنطت صوما إلهي خلقك وكهري تار رنب يكون الشيكة وقالوا وحي هدني لهذين يكون وحو أهانا يا الآخرة يكون وحو أهانا يا الآخرة كأقدم بي بعد الخلق خلقي قداشي سنة إساقا أقدم بيني تاسي مركة وحي كفهمين فلا يبقى هاري ماي مركة طيب خلقي قداشي سنة أسقى الدم بين يهاري فلا يبقى هاري ماي بينك شيء شيء هاري ماي ها وحي كفهمين والآخر با وحي كفهمين
وحري دونا مجرى مخلوقة كمد. طيب فلا يبقى شيء وحب هاري مايده ولا أرض نول هاري ماي ولا جنة جنة هاري ميس ولا نار نارنا هاري ميس ولا ثواب أبل جود هاري ماي ولا عقاب عقاب هاري ميس ثوابك واتشنة جوده هذا وحي لغو هايستيوه معنى عقابتنا ووحي نار تجوده هذا لغو منا وضدك لقلي أي معنى لبكي هايستيوه ولا عرش عرشنا هاري ماي بده عرش حتى وبابايا ولا كرسي كرسنا هاري ماي كرسي الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات. طيب وزعم وحي شيكين أن شيئا شيء ومع الله ألا لتشيرن كيساء لا يكون إنسا مرنا بهاني أن شيئا لا يكون إنسا أهانين مع الله ألا لتشيرن كيساء والله حليك أن شيئا شيء مع الله ألا لتشيرن كيساء حال ويهي لا يكون أهان مايو. طيب هو الآخر ألوي ألا متكد أقود بي كما كان سيدو أها كما كان حكا وذان بمعنى كما كان الأول سيدو أها كأقوه الرأي أدوماذا كوضه الرأي يوحو نقنطونا كوضه الدنبي فأضلوا ويلو ميين بهذا كان سببتي سبشانا خلقي بكل ميين كثيرا وفربدا وسي خلقي أولو ميين خلقي وحي أولو ميين نصوص فربدا او شيغي مخلوقات كقاركود اني جيري دونان ايي بينيين او كلخدين واميد لباده جنتي با ضمانايسا وحا كينيسا اي ابال غودكي الهي مؤمنين تو شيغي ايغينا وا بابا ايان ابال غودكودينا وا بابا ايا ضلال بدن با كدش اهل النار كينا مركي ليدي ما نارتا وقت ير باد كجيريسان وقتي باد كجيريسانو وقتي نادا دمايسدان ايدينكم نارتا واسلا دمانايسان فساد وين با كدشه خلقي بدن بي ميشا كلهم يان مر سدا سويا. طيب الامام الاجري في شريف كتاب كيس الشريعه اي يسونا كو شيغيو ايدا هو الاول والاخر والظاهر والباطن ايو كيني حلوليه حلوليه نيمان كلي راد اني دليشدين او دد بدن او اقون لهين اي كو خلدين مرغاسو اهل العلم جو ايدا اساي او فسيرين بو شيغيو حديث كي بو كو فسيرين وحيري هو الاول قبل كل شيء من حياة وموت الله واميد كهرهي جيري يا نولولو دنبا وا كهرهي مخلوق وا كهرهي والآخر بعد الخلق مخلوق كداشي سنة الله تبارك وتعالى ميدك جيري كدنبا يوا وهو الظاهر فوق كل شيء واميدك الله تبارك وتعالى ادومدي سككرهي ظاهركم معناه هو يعني وحو كودا السماوات سماواتك ككرية وهو الباطن الله تبارك وتعالى وامتك يعني وحويان دون كل شيء باطن كاسي وحوك على قوة بمعنى يعلم كل شيء بمعنى وهو بكل شيء عليم وكل قدم بيسيه سيدا سمركس القوري مقاتل بن حيان مقاتل بن سليمان هو هاي مفسرين تي كسو القوري مركزه وحوك يعني حديثك عائشة رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ليه تشري اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء حديثك آيضا فسره معنا سياسويا. طيب وقلنا وحن نريد لإمامك سلدي بكالدو ذي أمرك مخلوق قار كم إذا إني بابا أيان وإن وحبا كهرين تا إيضا وصغي مخلوقات كقار هرايو أو نصوص تكتوست إني تشير يان وواشيغي سردو كلا تفسير يامر وقلنا وحن لمركة الجهمية دي وحن كوني أخبرونا بالنو والرما أخبرنا الله دي أخبرنا الله ألا ونو والرما عن الجنة جنة دي بنوغا والرما ودوام أهلها ضد كذا دائمي دودنا ونوغا والرما فيها جنة دحدا دائميا alla jannadu noo sheegay dadka jannada ku jirana inay dhexdeeda waligood ku jireeyaan oo daaimayaan iyo alla noo sheegay faqala wuxuu yiri ariga markuu sheegay alla tabaaraku taala lahum fiha lahum waxa usugnaaday
دتك أهل الجنة ها فيها الجنة لحد وحوس وناذي نعيم أو مقيم شوكتة يعني واحد يقول نعم عيسدي برواقه مقيم أولي شوكتة مرك إله هدوء لوا مقيم معناه وحويان وحنا ما نيا ما هو وح وقت لنا ما فإذا قرتي قال أويري جل وجهه وشجي سويناي مقيم مركويري أو وقال أويري الله تبارك وتعالى خالدين حالي كواريان فيها لحظة إذا أما تكواريسان أبدا ولي طيب وقال أويري رب تبارك وتعالى أكلها وحلق عنايا مرهة دائم ودائم ووح ولي تشريوا فإذا قال الله مركو ألا يري هذا دائم دائم مركو له لا ينقطع أبدا ما لقى وضعه لا ينقطع مجو أي أبدا ولي جو إما يلقى وضعه وقال ألا وحولي وما هم مين أهان منها كنظر دحى ذا بمخرجينك والله قصار يمين النقل يدنا ضمان ميسو أيقنا كبح مايا وقال ألا وحولي آيات كله وإن الآخرة آخره هي يد دار القرار سجنانت دارتي ديوا وامير لغو سجنادون لغا قورينون لغا سفرينون لغا دمانينون بابا اينينو قرار الله وامير لغو سجنان سجنانت دارتي ديوا وقال على وحوري وإن الدار الآخرة آخرة دارتي دا لهي ايضا اي الحيوان نلوش ربطاء لو كانوا هديه يعلمون كوا اك هذا قرانا يعوا حيوان كوحل الهده ونلوش كامل كما يستيران نلوش الدنيا كتشرتاي ونلول ناقصة صوما سيقول معنا ناقصة تاي وحي ناقصة تاي ونلول روحي من مرك قاركوز قاركة تغي وسيحن سنلوش قاربا ومقامبا صوما مر أيضو دنبا بوذة تغي وغيريون ونفتي ويبا تغي من نلوش تكتي مر مرك قاركود نولشي وحاكو إيمانية وحيا الله فربضان وقصها يو علوينية ووي تشرن ووي رفادي ووي مرقي أو صوما مرك وحويان نولل رب وحقيقي وكامل أواميد آخروه لهي الحيوان لو كانوا يعلموا وقال ألا وحور ما كثين حاليهين كوا كنا جاني فيها لحظة إذا حصل هذا ويلقى الله أبدا ولكم طيب واتشن هذا وقال الله وحده تبارك وتعالى وأما الذين كوا وأما الذين بيضت أي عذاتي وجوههم وشيذود أي عذادين ففي رحمة الله نحريست إلهي لحظة ذيك السجية خبرك هل كواري ذكرت هم أيقوا فيها نحريست لحظة ذي خالدون كواريا وجملة هلا طيب أنا واحد ذكرت يعني وجوههم وجيالها ففي رحمة الله نحريست إله حال يكون حسقينهين أيهم يجو فيها دحى إذا خالد ركوك وري طيب وقال على وحي لوفاكهة إيه وحلق فاكهة كثيرة أوفر أبدا لا مقطوعة مثل جوين يأنا هين ولا ممنوعة مثل سد إذا يأنا هين على قولها لا مقطوعة مثل قوين يما بمعنى فاكهة يقدار يوحلق فاكهة يستو ولقي أن لقوينين أو سيدا أنجيت كأسران وحلق هذا بحث بعد هليس سيدا سوي أبدي بكتو سيسا ومثله كان مثل إذا في القرآن القرآن كدحيسا كثير وكبدين آي أداها تلمامي شنضو إني ولقي تشيريس ضد كيدون وكواريان ولقو تشيريان آي أداها النعاسي قرآن كوكبدينيهين طيب محيط الماما يا المركز شنضو إني سنبابعي نظامة طيب وذكر الله وحو شيئي أهل النار أهل النار كيف شيئي حدنا فقال مركز وحولي لا يقضى لحكم مايو عليهم أهل النار كوركوض أو فيموتوا أي دنتان انتال لحكم الدمان مايان ولا يخففوا لغانا خفيفين مايو عنهم حقه هذا من عذابها نار تعذاب كيدنا لغا خفيفين مايو يعني وحير لقد دبعين مايو ياه إن طلع حكومنا كرمان مايال واسلع طيب نلول ما هيان بمعنى جيرين ما جيرد مرمر بيبا تهيبا نصيب تهي صوما هداد كريدين تو دبان تو العذاب انت جيري دادان صوما
مركي جيري دي ساهل حتى هلي مايا. وقال الله وحده تبارك وتعالى أولئك كواسية إيسو ويقوستين من رحمتي نحريست يديبه كقوستين أدين نحريست كقوستين وحي كتوسي بمعنى ولقود إني عذاب كتشريا وإن نحريست له أركي. وقال الله وحده لا ينالهم الله الله تبارك وتعالى لا ينالهم مقارسين يا الله ألا برحمة نحريس بمعنى نحريستي سمرنا مقاريسو وما نحريسنا يوم. وقال الله وحده ونادوا ويدواقين أهل ناركي يا مالكو بيكو دواقين مالكو وملكي يعني نار تخسنت ديدها يوم يا مالكو مالكو ليقضيها حكومة علينا كوركا نغا ربوكا ربيكا هنا حكومة ورمالك ورنوشا في عوني وسيدنا هنا لو دامو هنا لحكومة أنو بابانو نرلمانو سيدنا كمجري كرني. قال مركز أوحر إنكم إذنكو ماكثون كوكن نغانا ياتي هذا الورك اسمجرو اسكر دمنا يهن لا ديلو يهن لا باب يسعن واكو وارسا. وقال الله وحولي سواء ميداي سمنته وي عليهم كركود سواء ميداي سمنته وي علينا كركينا ايغي با دحاي اهل نار كي با دحاي كركينا وها كو سمن اجزعنا ارغغخني با او قلقيلنا يا على عليا ام اما صبرنا اما صبرنا صبرنا يا ما لنا نوم سجناني من محيص ميل أن أفكرني ميل أن كوفك ميل أن أعرني ميل أن ميل مشرت ورمشر وهي معنا. طيب هذان على علوم قيلنا نواقنا هي هذان إسكات كيسنو وحس بدله يمشر وها ماشني وميل دائما وها. وقال الله يحول كلما نضجت مركز طيب بسلاته جلودهم هرجو هذا هي مقار كوذو بدلناهم خالدين عليه خالدين حالي كواريان بألي فيها لحظة النار تلحظة كواريان أولئك كواسنهم إيو شر البرية انتو إلهي أبو ريب أغشر بدين كواغشر بدين وقال دي. وقال الله وحولي كلما نضجت مرول كستوي بسلاة جلودهم هرقوه دي مقار كوض بدلناهم وحان أغو بدلنا جلودا مقار يهرق غيرها أن إيضا أحي هيدا صومك ريزان صومر ني هذه يقول رأيه كتابك وكوب الله به. وقال الله وحوري تبارك وتعالى كلما أرادوا مركز طيدونان أن يخرجوا إني بحان منها نارت إني كبحان مركز طيدونان من غم حقي سأي كبحان عريري يا أعيدوا لعليني فيها نارت لحذا لقوا عليني. وقال الله وحوري إنها إيضو عليهم كركوضة مؤصدة من لقود دواليوة نارتي مركي لجلي كدي بعد دوال صاري أفكار لجحر ياب خلاص. ومثله ك يعني آيات كلمت كأنا في القرآن القرآن كدحديث كثير وكبدين آيات كتلمام ينارتو إن يتشريسو ضد كيدون كوار يانا أيقون وآيات فربضنا القرآن ك أيدها معناها شيء جاي ما يرى آد ببدين بمعنى. طيب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتاب كسحاد الأرواح أيوح كقري بحثي آت أدير ومسألة دا كسابسا نصوص تدي أدلة دا كسو أروري وكذلك أي ماذا كلا كتبت توحيدك أنت بدل مسألة دا ويكهلا. طيب لكن إساقو سي دا عادة دا بقوا سي وحوو دا بقالي نصوص تا كسو أرورتي محوو أهاي آدو فافاس كواسي هورتا مرد مانا ياموا محان دمانينين وحان دمانينين نارتو دمان ميسو dadkeeda ku jiraan dhamaan maayaan jannaduna dhamaan mayso dadkeeda ku jiraana dhamaan maayaan maxaa ku tusay quraanka ilaahay baa ku tusay ko wa amma samaa'u samadi iyo wal ardu dulki faqad badata ayagu waa baabeen ayuu he waa baabeen maxayli li anna ahlaha samada iyo dulka dadkeedii dadkii ku noolay صاروا وحي أهادين إلى الجنة الجنة حق هذا والنار النار حق هذا يعني سمدا يدولك وحي يكون نولا نولا أها نار يجنة لوك الكحي مرك النار دولكين وبابا يا سمدين وبابا إسابه وأما العرش عرشه فلا يبيد إساقنا ما بابا أيه ولا يذهب من التغي. طيب يبيد داس وبادتا مضارع ذي
بعد وحلي لا بمعنى شيء ومركو بابو. طيب وأما العرش عرش عرشك وأما العرش عرشك فلا يبيد ما باباي ولا يذهب من التجي صوت محيط لأنه يسق سقف الجنة وشنذا سانقاف كذا. طيب والله اللهنا عليه عرشك كركي سوء أحد فلا يهلك عرشك مهلك سما يمرك ولا يبيد من باباي حديب الشنذي أين باباي شنذا سانقاف كذا ما باباي صوما سنقاف كتشنده ككرية وعرش قال لي. طيب تشنده ويكلا سريسا صوما تشنده ميد أغوص سريسا وفردوس فردوس سنقاف كذا أيا وحي هاي يا عرش الرحمن سيدا حديث كنبي كويم صلى الله عليه وسلم سيدا سوي مركا عرشنا أساقنا مبابا أي ولي وشري. طيب مركا أرمى هوا حالما إذا كرسيك مخلوقات كاسي ومخلوقات لكن نصوص تاوحي كتستي مخلوقات كاسي إني تشيري دونان أهل السنة ومركة مسألة وحي أن نسلو هينين إنو تشيري ينا وحبابا أيبو قليا وحي نس خاصة وكسو أروري تشيري تانكي سنة نس كاسا لقب سنة يا وحال لي هاي واتشيري يا صوما وحل بولية وكبا بأنين كيدا هذا دليل بلوغة بهي من هلي صوما. طيب وأما قوله وهل كان كتشواب الرواة آيات دا أيود دليشدين ويمعنى هذا اللي إحيين ويسخل هذا أفهمين إن وحو البابا بأي وعرشك إيا تشندا إيا النارت إيا وحو البابا بأينا كهرين ألمو إيه ayadi ayu dilishadeen sida ayu meeshan keenaya markaas uu ka jawaabay wa amma qawlu allahu rahdiisa u yidi kullu shay'in shay kasta halikun wa mid baba'aya illa wajhahu allahu wajhiisa mooye ayada iyada wa ayu marka fasiray wadaalika kaasina waxa way ayada tafsiirkeeda iyagu waxay u dilishadeen kullu shay'in wa kasta oo makhluuqat kiya waxba laga soo reebi maayo haalikun waa mid halaagsamayo baabaay janna way halaagsami naar way halaagsami arshi uu halaagsami kullu shay uu halaagsamay illa wajhahu allamuyi ha saasi u dirishay wadaalika kaasi wuxuu yiri imaamku ayadu tafsiirkay meeshay mariyan ma ahe wadaalika kaasi wuxuu yiri anna allaha alla anzala wuxuu soo dajiyay alla wuxuu soo dajiyay markii hore aayada كل من عدكستا وعليها رولك كوركيسا فان وامدكي ها أه؟ رمانا يوا ها حكي لك هلي كل من عليها فان رولك على هلي. طيب وحي ماشن كن نولي وبابا ايا مركي اي ايات دوسات محكوري ايات دوسات معي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سماهن مركز السماوات كيرولك يوحي كنول بلقها الله. طيب كل من عليها فان قالت الملائكة ملائكة مركز واحد هلك وحا هلك سمي أهل الأرض رولك يوحي كنول وهلك سمين وطمعوا وطمعوا وحي الضمعين أيها الضمع كقلي في البقاء الشريتان يعني مركي اللي يري كل من عليها فان آيادنا أي كهل ليسي تشينك إي إنسي قال لك سوها اللي صماهن فبأي آلاء ربكما تكذبان تشينك إي إنسي قال لك سوها اللي مركا وحي مخلوقات هاي تشوغي باب إيه حالك مركي إيه قال لشيغي باب ملائك تا وحي دمع كقالي إنا إيه قو تشيري دونان وإنا غيركو إيمانين وإيه قو أينا أي بدباديان دمع عسا قالي. طيب وحي الإمامك هلك أهل الأرض بملائكتي دهن وطمعوا مركزي دمعن في البقاء الشريتان ويقني غيرك بدبادان فأنزل الله مركزه ألا سودكي آية آية ويخبره كقوى الرمي عن أهل السماوات وأهل الأرض للك إيا السماواتك إنت كنول إيا أهل كودة أيو ألا كقوى الرمي أنهم إيو يموتون إني دمانيا وآية تيوي فقال مركزه وحي كل شيء وحكسته
ومن الحيوان أو بمعنى وتفسير نولها هالك وامد بابا أيوة حيوان كاسي لقموضة حيوان كان نقول نقان الحيوان وحل إذا النول رنبا حيوان لنا إلا من الحياة على كيان زوما وحل الله وحي النول ردن آدم هدوي بين آدم هدوي هاي جين هدوي هاي نولها كري حولها هدوي هاي نولو أردن حشرات كهدوي هاي نولو أردن حيوان بلدا صوما ساسو كسو على أمرك كل شيء شيء كستا أي من الحيوان أو نولها بكوضة هالك الميت كي هالك سميوي يعني وحو كوضة هالك انت ميت دمان أيوة إلا وجهه ألا وجهه سميا أنه إساقو بكوضة مرك أي أنه ألي حي وميت كنولو لا يموت إساقو مردد. طيب مركي آيات داس مركي سودكت ميد دهوري مركي سودكت كل من عليها فان رجع كشي ملائكتو يقو إني إني باقي نقونا يعني. لكن مركي آيات انت مسودكتو دهيس كل شيء هالك إلا وجهه ملائكتي مركي معادا فأيقنوا وحي يقينيا مركا عند ذلك كأكتيس بالموت قيري بيقينيا سمارت ملائك مركا وحا أصاب حذي كل شيء بهدي ليلي وارميش وحبا ينو ميال يا شيء قاسي انو قلي نايو كيري دوا مري نوا هل كاسي مركو قنا مركا كل شيء انت يعني وحا لغا وضابو ليه مسو قليسو صح كل شيء وعام كل شيء وعام لكن ماشي وحا كتيرة عامك وحا خصيصي نصوص كلي كل شيء هالك إلا وجهه لكن وحا خصيصي نصوص تتلماميسا إن مخلوقات كقار كمدة أي تشيري دونا نصوص تاسا كسو صارتي أو خصيصتي أو مخلوقات كقار كمدة كوشيك تيجو إني تشيري يعني. ماشي وحا مركا يعني وحو لا تعارض بين عام وخاص خاص كنا انتو صور ربي بو كو ايجي هاي ويحي كالنا عام كاسي قليا سيدا يعلمدو اي تقريريا ومعنى طيب هذا الكاس او ملائك تكسو قوريي اما ارنكا او ملائك تكسو قوريي امامكو عليه رحمة الله ما آنن هلين اساق او مسند او نبي صلى الله عليه وسلم لقا وريني طيب ابن القيم عليه رحمة الله بوحوكوشة حاد الأرواح وحونا أتيري الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله كتاب كيسان بوكو يالا الإمام السيوطنا در المنثور هذا الكنو كلا أبو وحوكو وحوكا كينا يما كسو أروري ابن جريج يعني إمام أيمد سلف كم يدوي لكن صحابنا ما تابعنا ما مركا أثر كم أساقو أو سوغان مارك طيب آيات التفسير كذاسي كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه ذاسي لا معنى لغو فسرا معنى إن لي هذا ألا وجه كيسا ودي وجه كوا صفاء الله صوما صفاء إلا صفات كيسا كم بدوا وجه كيسو هدو تشيرينا وحاكا لازم يساقنا واتشيرينا صوما تاوى تفسير كا وإمامكم مرة تفسير لبعض باتشرة وإمام السلف كله جسوا كوريو شيخ الإسلام ابن تيمية حرم العلماء بدن أي رجح يا كاسنا وحوي إلا وجهه إن لا يداه ذو وحي إسجد لولا شيء ذو عملك إسجد درتي لولا شيء ذو موي وحي كلا وابابا أيا محبابا أيا أي عمل أو إله يا دوم دي سلا وذا شيء أو شرك جلي أما الشركي يراها النقضة أما كي ويناها النقضة هالكم وعي وبابا أيا إلا وجهه وحي إساق الدرتي لولا قستم وي وعمل كي إخلاص لغوصة ما يكا أمباتشيري دون وصاحب كي سأنفعي دون وحا معناها حوتين يقرأين آيات اللفت يدو كجرت محايا لي كهر إلهي وحو صور ريبي شركي إيا إن إساق عيدان هين للابريو آياتها خوري يا لغوصو ديدي مركز الله وحده لا إله إلا هو إذا حق لقوع عبده ما تشره إلا هو إستجم ويه ما حق قدم به كل شيء هالك المركز إيمان سامر كل شيء وحكس تهالك وبابا أيا إلا وجهه إستجد درتي وحي لولا قستيم ويه وحي الشرك لجسمي وبابا أيا
مركو عليهن أعماش على جهلية أعماش يا ضمد وحي سمين يان أيها لجو ضاي وحى كتوسية سباق يا أيها هرسي أسس سحدين بوحى لجسو هلي أعماش الضمد وحي إلهي لو لقست وحي توحيد لجو سمي وحي إيمان لجو سمي إني الضمد هلي يا وحي كليتنا أين وحكي هليني وشركي قال لي مقش طيب halka wuxuu kaga yimid mas'aladii wuxuu dib inoo wuxiliyay markale oo halka kaga soo baxay muxuu ahaayay in ilaahi tabaaraka wa ta'ala muxuu ahaayay makhluuqaatka wixii jiray iyo waxaan jiraynin mas'aladaas oo ah masaa'isha ay jahmiyadu ay keentay firaqda qaar ka midna ay ku raaceen in makhluuqaatku dhamaan ay baabayaan halkaas ay ka dhaliyeen jannaduna inay dhamaanayso dadkeeduna dhamaanayaan naartuna dhamaanayso dadkeeduna dhamaanayaan tayib كذب وحوجد قاليو هذا ندي نوجو عليه مسألة ذي أهيت إلهي تبارك وتعالى عرش جي سو كسرية ميل والبن ما تشوجو وح ميل والبتشو جاي ها وعلم جيسا صوماين لكن ذات ذي سو عرش جو كسرية معتقد كي عقيدة ده يسمى ميل والبوتشو جانا لوازم تكلازم يصير باطل كا عقل فيو في طرف فيو أين أقبل كرينين أيو إناس وشيء صامة إلزامات كي وكو إلزامين يي قلادة قبتها إلهي ميل والبوش وجا جهمية دي وحي مذهب كود الراعية أيو هالمرة بعدين إنه وقع لي مسألة داس دور قرب وشيخ وكل نقنق ذي أدنى وأقول ليه راضي يدي مسألة دا خلق القرآن كا أيو أدو قلنا يا راضي محايلي ومسائشة أدو قلنا هردمي بأحيان وما ضفر بضن اللي قلوا ميان نوان كان ضد بضن أي كل آيان علم بضن كل آيان دولة دي مدح دي أكرنا عبد عيان لي بضن أي كل جيستيوي معنا ضد بضن أي كل ميوي وقلنا وحان نري ويا شيخ وحوري وحان نري للجهمية الجهمية دي وحان كن نري حين قرت زعموا أي شيكتين أن الله ألا في كل مكان ميل والبينوية مركي شيكتين ويكوها لين أن الله ألا في كل مكان ميل والبواجوغا أو لا يخلو كمان مرنا منه حقي سمكان ميل كمان مرنا سامر كيدا هذين فقلنا وحانو نري أخبرين أخبرونا بالنوغا والرما عن قول الله إلهي أرهدي سنوغا والرما جل وينا ثناء أمان تيسوي بل آيات النوغا والرما أو فصرة مركو ألا يلي فلما قرتي تجلى وأم قضي ربه ربيقي للجبل بورتي مركو أم قضى اسمو تشيي ها جعله دكا ها وحبورتي كدغي مد يدا دنبر بورتو شيلاند طيب فلما تجلى ربه للجبل نبي موسى ربي ربه ده نبي موسى نقونيس على ايد سيكاليس طيب قابك مركو اوغو الزامينيا waxaa way soomaayna dhin meel walbu jooga meel uu joogaa maxaa ka dhalanay buurtana uu ku dhex jiraa waay soo kama laazimays tayib buurta haduu ku dhex jiray uu isu muujiyay maxay tahay waay uu ka dhex baxay Soomaa war haduuba ku dhex jiray seebu isugu muujiyay waay saasu rabaa inuu ugu ilzaamiyo lima maxay buu yatajalla alla tabaaraka wa ta'ala isugu muujinaya للجبل بورت إن كان هدو يهي فيه بورت دحده ده هدو يهي بزعمهم سي شيغان ايا شيغا شدودا إلا الميل والبوچه وحكا لازم إذا بورتو كدح جرا ورهدا سات شيغان ايسان او بورتو كدح جري و اسمو چيي محيطة معنى هدو اما ومو فلو كان هدو اهان لا فيه بورت دحده ده كما تزعمون سيدا شيغان ايسان القبطان لم يكن موسى أهاني موسى أهادين يتجلى مد بورتا إسموتشي أما أمه لم يكن موسى أن يتجلى مد يعني إسموتشي لشيء شيء هو إسقب فيه شيء أو كده حسوجي شيء أو كده حشره إسموتشي محي لو أبو أمه غضابة صوما لو هذا الشيء إسود إسكده حشره أو أبو إسمه غضان وإسكده حشره هذا إسكده حشره المرة والبو إسمه غضان مركا مركو النبي موسى قدسدي سيل لو قنعيو بو الله بورتي اسموجيي ما كا دلانيا ماركي هورو اومو قنيو واي سوما
مركز أمقضي مركو أمقضينا ويبر برت طيب مركي هرم أمقنوه هدوس أمقنينا كم ده حشرينه طيب مركه هدي أو كده حشري لها تجلى ذو مسورة وذين وتجلي ما بد عين بالله وش يسول حشرت ولكن الله قال جل وينا ثناء أمانتي سي على العرش عرش وكسرية فأسوي وتجلى مركزه الله تبارك وتعالى مقضي لشيء شيء شيء قاس لم يكن صلاه فيه دحديس شيء سنكون دحشين ومركا أم قضي سمو جير بتبارك وتعالى ورأى وحو أرك مركا الجبل بورتي وحي أركت شيئا شيء وأرك بوركي لم يكن شيء قاس آن أهين لم يكن أوسن بورك أهين رآه مذو أركي قبل ذلك مركا كهر بورتو وحينا هري وأرك بي أركتي مركا سيشيلانتي وآه الله عرشي سكسر ريا ايا بورتا اسموتيي وحين كنتسي انو سن كو دحجيرين او بنانكا كاه كما قلت وار كبحسنا بل وحي كنتسيسا اني سن بورتا هوراي او اركينويسن اركينينا انو كو دحجيره اسكا ودافي حتى اني سن اركين سوما حتى انينا ارك ايننا اركينين بي كنتسيسا انو كو دحجيره اسكا بداي طيب وقلنا وحن نكون للجهم والزام كلو وامر كلو أيضاً و يعني وحويان وحجة كله حجة عقلية اعتبارية أو كلوي معنا ولو إلزامي تانينا وحوي الله تبارك وتعالى صو نور ما الله هو نور وصفات كي سوحة كم ذا صفة النور صو ما ها الله النور وح طيب حدوري إنو إله الله إنو النور هي مقبتان ها ونور وان قبنا وح طيب هذا نوري وان اسلو اقول لها انو نوري ادنا دهدين ملك استوچوغا غوريغان مقديغا مو افتيمو يا سوميدا دي الهي با كو دحجيرا غوريغو مو افتيمو ليه او نوركي الهي كو دحجيريد شيكتين مو افتيميو غوريغا maxaa dhacay oo gurigu uu mugdi u yahay markii la soo galiyo finance iyo trig la soo galiyana uu iftiimahay markii laga saarana uu mugdi u yahay allihi aad sheegteen inuu ku dhex jiray hadana nuurka aha iftiinkiisi ma la arkay buule waana ilzaam fi mahallihi wa sah sooma marka taas uu hadana ku ilzaamina wa qulna waxaanu lil jahmi jahmi waxaanu ku niri wa qulna lil jahmi waxaanu ku niri fa allah wa alle نور النور ما هي فالله ألا نور النور ما هي وسؤال فقال وحوري هو إساق النور النور ويكله دمانتي هاي ضبن كي وصوك علي صوما حاري قال لوجينا مرك فقلنا وحانو لي فالله ألا قال وحوري مرك وأشرقت ويفتينتي الأرض دولكي بنور ربها ربك نور كي سبعي دولكي سوتي سي دولكي لا يفتينتي وما أنت قيامة صوما ورقوا إلى أضمادة كلا صاريو وربي تبارك وتعالى أوي ماذا إنه أضمادة كلا حكومة نلك وحا إفتي منا ينور كيس صوما بنور ربها طيب ألا ساس يدوي فقد أخبر الله الله وحو شيك جل وينا ثناء أمانتي سيه أن له إنه أسق ناضي نورا إنه نور أسق ناضي بو شيكي نور كيسنا إنه إفتي ميا مخلوق أيو آيادو شيكتي فقلنا مركز وحا نوري أخبرونا والبلنو والرما جهميوي حين قرتي زعمتم أشيكتين أن الله ألا في كل مكان ملك استئنو شو وهو إسقنا نور هذانا نورية والحال هو إسق نور أو نورية مال والمن أو شو هذانا نور أو يمرك أشيكتين فلما محيبو لا يضيء أو إفتيمين لا يه البيت جرجي المظلم مجدجها فلما محيبو يضيء أو إفتيمين لا يه البيت جرجي المظلم مجدق أها من النور نور كدرت محوق افتيم لايه الذي نور كاسو هو إسق فيه دحديسة نور كان صومين لدين إلهي با إن النور يصومين قرين إنو كده حجيرو قريقا كده ميلو البچوغان واقرين مركا نور كالي قريقا كده حجيرا قريقا مجدق محوق افتيم لايه فلما محيبو لا يضيء افتيم لأيه البيت قريه المظلم مجدقها من النور النور كدرتي محوق افتيم لأيه
الذي نور كاسه هو إسقى فيه كوري دحديسا إن زعمتم هذا شيء تنوي أن الله اللي في كل مكان إنه مال والبشو مال والبهدو كتشرو كوري إنه كتشرا كدلان نور إنه يهينا ويسلقرني كوري جينا ومجد مو افتميو ها مركز هذا لو حلو وما بال السراج محوية هاي فينوس كحال كيس إن أدخل هدي لجلي البيت جوري لجليه يضيء وفتي ما يا يضيء جوري وفتي أو يضيء وفتي من يا ده صار شو معنا يعني وحوي فينوس طبعا يتريق جوا مركي جوري اللي سوق لي وفتي ميا طيب ألا نوى نور بان سلقرني ميل وونا تشوجا بعد هذا المش طيب مو وفتي ميا وهاي مرك فما بالو السراج يعني السراج كوا فينوس تا إلى واجا سمتشر النل صوما واجا متشر النل قريها لك شدو لا دارو فينوس تا إيو تريج جاي وحس الشدن شره وما بالو السراج فينوس تا محو هاي حال كيد محوية إن أدخل هدي لك جليو البيت قريه لك جليو يضيء وفتي من يا فعند ذلك كأكتيس مركز سيدا أرنتي لوغو إلزامي عند ذلك كأكتسا تبين وحا عدادي للناس ذاتك وحا عدادي كذيبهم بين توضا على الله ألا كوركيسا أي كوب بشيء تعالى كورهاي بين أبورتك إلهي أي كوركيسا كوسامي با مركا عدادي ومحي بين أبورتكاس بين أبورتك ومحي ألا ملك استوشوغا وكذب على الله افتراء على الله هو. وبين أبورت إلهي اللي بين أبورته وليه بين أبورتي هذا متك أقول على الصواعي بين أبورت كمرك عند إلهي إذا تدي سي صفات كيسية كور رميسه باب بين أبور الله جعله باب كأقول على الصواعي يا مسألة فقهية أما معاملة بني آدم إن أت بين أبورت كسم يسود إلهي كبين أبورتود مسألة خلط كجش بين أبورت إن أت الله لفتي سبين أبورت كجش هسه ما كلا عسل بين أبورت وين واحد markii alla uu yiri arshigan ka sareeya adoomadaydana kuma dhex jiro adiguna adla soo istaagtamay uu ku dhex jira ya soo been abuurad iyo beenin ma sidaas daraadeed baa imma fara badan aaymada sunnada kamida waxay itlaaqeen cidi tilaahada ilaahay arshigiisa kama sareeyso in kiray waa gal tayib bal kelimadoodu inayba ku ijmacday ku dhawda saamadi salaf karidwanullahi alayhi سيداس ويا فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى بين توديب عذات سيداس ويا فرحم الله من عقل عن الله وحاكلو تشيره مذهب كاس إله ميل والبوتشو جاء مركي أي أركان فساد كيس يبلاي إذا كرلا نكرت يلوازم تباطل كا يينن التزامي كرين نين زنديق دين لهين موية لكن نين وحوجا يرو إيمانه كتشيره ما هم بارسن كرو وحا كدلن كرا مذهب كان اميل كستو جوغا او وحياري امامكو اادو سو شرحي ميو قادن كرا منين مسلم وقلبي يس ايمان كو جيره التزام سن كرو اقبل كرا ميلها خن خن كا انو الله كو شيغو ما اقبل كرو سوما ما التزام سن كران ماركاي اركين انو سن قول كاني لا قادن كرينين بي حذاق دودي قار بدن انتي كعررين با وحي او عررين ميل كدرن حيل هذا المتقن موجود بلا مكان بينه موجود بلا مكان إلهي واجرا بينه لكن ميل وشيغ مالي وعكس تيهرم هاي هاي ميل والبيه تنوح وي ميل وشيرا ومنقان ميل وشيرا ومنقان لكن واجرا تنوحا كبالتي لوازم أن تيهرم كسهلانين waxaan dhinac lagu sheegaba waxaan lahayn waa waxaan jirin waa wax kasto jira meel lagu haagule dhinac lagu sheegule sooma wax meel lagu sheega aan lahayn waa wax aan jirin waxyaalaha aan jirin baa sifada iska leh sidaas daraadeed shabahu allah tabaaraka wa ta'ala bil ma'dumat waxyaalaha aan jirin baa ilaahay ku shabahay دين عضو عرتبة هذه قلنا كلا كدرة ما دام العقيدة دي صح هاي كعرتي مدي كلا لقطة كش لقى شبة كلا كدرة ساسوي معنا سداس درادة عقيدة ده إله إنه أدم دي سكسر ريو عرش جنا كسر ريو وعقيدة ده فيوه
وعقيدة قرآنك كتصي نصا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة كتصي إجماع السلف كي الصحابة كدر أرسدي فطرة آدمها وحنو كذا دليل كعقلي كي اعتباري كنا كتصي آدمها فطرة ديس إلهي كو أبو رين واصا هذا لفساد ماشا ميد وداده كتبت أخريئو مسلمة وليها إلهي ما قرانا يميلو كيرو وإلهي سو ميلو كتيرا أنا قونا أما أوليه هاي إلهي ميلو البوكتيرا هذا دوي دي صروح في طردو كل شيء أنا وحبل لجب الدلين وحنا أنا آخر صنن إلهي حجيبو كتيرا هذا ترى محوكو ليه يا كر تاسوية والغريب وحويان حتى وحكى الإسكندافة قال هذا في طرد إسكندنا ولا واحد دين أين قارن وإلهي الرومي صن هذا ترى هذا إلهي حجيت ترى ما يقول إيه يا يكوجو ما يقول إيه صوبا يكوجو ما أركيس نبض كل حياة إلهي بيدح بوجت ترى يمدك بوجت ترى حاشا إني بقول هذا لغاه يقول كهوسية حاشا صوبا إلهي هوس بوجت ترى ما كل حياة صوت محيط هاي صوت واحد ترى قرآن كوحو تلمامي آدمها إلهي وحو كرد عليا مركي دلانا يان يا فدرة توصن بو كرد عليا وإلمه فدرة فدرة كرد شا فدرة دا وحا بدلة قريقا بدلة آبها إيهوية دا عقيدة دا بدلة مجتمع بدلة لكن أصل كفدرة دا هدان لبدلين قال يا مسلم بوحي كرد شان مركو هرين دلانا الميريهين وحي كرد لنا يان فدرة كرد لنا فدرة دي با مركا قلبي قوضة باقي كوا يا فطرة دي باقو ساس درادت بين رميزين إلهي نوكا كوري أو سنكوه سينين سمارت ما نور إرسانا سيدا يدتك قاركو دور إرسين الله كربو ترابي كله سيدا سوي مركا فطرة داسي يعني أساقا كان لفتي سكونا حيا إلهي ميلو البوچوغا وعا حقيقة مركو إلهي بري أما دعاي سني سجو سني قلبي جيسو كربو آدي سو ساس ما قلبي جيسو كربو ترا لأن قلبي جوا قصبنايا كرب هذا يا يوم يرجو وحكر هالسنة يوا كر خاص يدنا حيمي دكتورنا هذا ما يكرب هذا مركو إلهي بري ينا قامه صوصادي ماي يا وارمصادو أما مصادو ما جرت أسوق كل إلهي ملك استوتشو ولا تهاجا وهذانا ما أنت نزاق واحد وينده تهاجي مركو واحد واحد وافدر حوجي يوي فدر دي بحوجي سه وعقيدتي فاسد كأهيدة لجليي في ضردي باكو حوك بدنس مرر فر بدن سياسي معنا طيب شيخو أنت مركو سو تقريرية كدي بوحر فرحم الله الله أن حريستو من عقل عدي فهنتي عن الله ألا حقي سكف فهنتي ألا أجددي سعدي فهنتو قرآن كي فهنتي الله أن حريستو أو الرجع النقضي عن القول أراهدي كان نقضي الذي أراهد الذي قول كاسو يخالف خلاف يا الكتاب كتابك الله يا والسنة يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدي انتي الله قصد كيس فهمت رسولك قصد كيس فهمي ودينتي فهمتي كدبنا كلابتي هذلك يا مذهبك يا معتقدك كتابك يا سنة خلاف يا استقال لابتي وحق اللابتي كالله نحرس وقال وقال يدا هذا بقول العلماء علماء هذلك وذن يدا هذا علماء يوكا وذا بمعنى وعلم ذي سنة ذوي صحابة ذي أنتي كذا بيسير شيء كذا مرة وهو كاسنا قول المهاجرين مهاجرين تهذا الكودي ويوال أنصار إيه أنصار صحابة ذي النبي ومهاجرين أنصار سقطشرة قول كودي ويكا أنصار شرع عن معنا أو ترك كتجا دين الشيطان الشيطان كدين تيسان سقطك دين تجهمي ودين شيطان صوما ودين زندقوه مرك الشيطان دين تيسنا إسقاطها ودين جهمن دين تيسنا إسقاطها وشيعتي أنت الرعسة وشيعتي أنصار تيس الراعي وجهمية الراعي معتزيل الرعدة وحبذا وحكة قط أثري ومذهب كيسك قاتي ولو كل بيوسن أهانين نمك اللي يجري ما تريد يده كلابي يده كرامي يده أشاعر هذا في الأخير جهمي بي وحبذا كقط أثري مرك وحيسا أخلدمي عدي انتي فهنتو إساقال لابتو حق أولابت
كتابك يا سنة أقواش المهاجرين أنصار الله بتاعي كالله ونحرس مرقى وحوكا وضع أجدديسة هم هذا حضيق هذا حق هذا كوع هذا هذا روان أهان شرنا إسكدا وحن سوق قارنين إسكدا وحن مقلي شرنين إسكدا صوما وحاس وحكو أنفع يا ما الحق أحق أن يتبع حق هذا كوع هذا حق الرع كاؤن با إلهي أكتس وحكو طري لكن وحان أهان شرني وحان علماء كسو قارني وحان مقلي شرني شيخ بالوحو يري إيو ميلكو قين ميس ميلكو قين ميس ساس طرادي الله ونحرستو روحي حق أصولابت دين شيطان إيو جهمي فكر كيسية شي عادي سنة إساقاتها شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وحو تلمامي جهمي يدو إنيهين فرقوين كاللومي أهل البدعة فرق ذا أقولي ذا تحق النصوص تشريع عقليات أم باي دين كاركتين النصوص با كوا كلا كردا ما بوليه معنا سيداسويا وحكروا ومالك لكوت المامي في رقداس النصوص كتابك السنة خلافي إن الرديو أو لغا هالله أو أمد لغا براروشيو أو فكر كود خلد الله صحو أمد لغا صحاي وحيروا من أعظم الجهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد في سبيل الله جهاد لغا لك أقوين واحد طيب كأقوين بكمبيدي حي الجهاد كو الله ونوع شيء سقيه أردي جسم من قيب علمته تلمام يا جهاد كو الله ونوع جهاد كو ميد واميد كسيفت يهوبك يتقالك جهادنا وجهاد كعلمي كا لابد هذا ميد كعلمي كوين ميد كسيفت وحيليهن عد والبو جل كرا ويليرو جل شرو جل راع هذه اللي قصوا قبته دقال لي ده ورد دقال لنا رجس كعلي شيشك إسقاب كعب ضيابة نكتو ماذا حقاسي يكك عميس صوما وإحنا ما آخر السنين مركز دجال هذي تاني والبواجلي كرا لكن دجال كعلمي يشبهات كومد إن لجبر أروتشيو إن طريق الدين الله صحه وجهاد الخاصة يا ده خاصة دجال كنوع عسجلي كره لما هو ده جلي كرو أدلة فربنا بيوكينا يعني أي مدو مسألة بسي كذب أيو إمامك مركي كتابك جب جبي وحي مركه والحمد لله ما هذا الله يسكله رب العالمين أونك أودن رب جيسا وصلى الله الله أمانه أما هو نحرست على سيدنا سيد كنا كركي سام محمدينها وآله أتباع ديس وصحبه يا صحابة ديس إيه والتابعين كوا الراعي لهم إيه بإحسان سوى ناكس وناك كوا الراعي إلى يوم الدين إلى ما ننت أبا المرنت اللي قاري وسلم الله السلامه والله تبارك وتعالى تسليما سلامت أما وسلم الله النبت قليل تسليما محوها النبت قليل كثيرا أو فربدا كتابك انتاس أيو كوئي هاي إمام كونا كو قبق بيهي تقريبا وحنصو باللوني كودي بشي طبنات أيام باللوني صو ماهي ما عندنا معيدة بش واسدت بالإيو بلي سيديد بري أيام كل حجر مدة ذا إيضا وكتابك أنا أخرينيني أمان كل حجرني إلهي تبارك وتعالى وقتك أنك قاضني أجر كذا الله ينسي مؤلف كتابك ألفي الإمام أحمد بن حنبل علي رحمة الله الله ودمي دافو إلهينا تبارك وتعالى درجاتك سجنضى الله أوسي هذه ألنا تبارك وتعالى في أعلى عليين الله دجيو أن بحيد دالها حزلل يقف يخلط قد عينا إلهي نور دافو بحيد صوابنا أجر الله نقسيو عدو البورد قيسيتا نا الله كو أنفع الدنيا خربة انت سأيو كتابك ينوغو إذي لها إن شاء الله تعالى كتابك ينوغو حيق دونا ظروف تاذية وقتك هذا يمحون نقن دونا تبع لك سوى إعلام دونا إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.